في مستهل اللقاء رحب معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا بضيفه المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لمنطقة وسط أفريقيا السيد بول كوستير، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به المنظمة في دعم المشاريع التربوية والتعليمية والتثقيفية في تشاد والحرص على تطوير مجالات التعاون المشترك، معربا معاليه أن تطلع حكومته إلى تعاون أكبر وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق الأهداف المشتركة المشهودة. ولدى خروجه من المقابلة امتنى أولا المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو لمنطقة وسط أفريقيا بول كوستير لحفاوة الاستقبال، وقال: سعدت اليوم بلقاء رئيس الوزراء وتناقشنا سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، مشيرا إلى أن اللقاء تناول إلى جانب ذلك وعلى وجه الخصوص أولويات حكومة الجمهورية الخامسة وفقا للمشروع الاجتماعي لرئيس الجمهورية. وقال بول: طلب منا رئيس الوزراء أن نبني شراكة قوية تقوم على توفير تعليم للجميع، بل تعليم ذي نوعية، وأن ندعم التعليم التشادي بكافة خبراتنا، وأن نتعاون كذلك بشكل ملموس ليكون التعليم مواكبا للتكنولوجيا وملما أيضا بالبيئة وأبعادها حتى يتسنى مواجهة كل التحديات المستقبلية. نحن بدورنا نثمن هذه التوجيهات السديدة لرئيس الوزراء ونأيد بأخذها بعين الاعتبار، ونأمل أن يكون التعاون مثمرا للغاية بين الجانبين. الجدير بالذكر أن منظمة اليونسكو كإحدى هيئات الأمم المتحدة تعد شريكا أساسيا للبلاد في الكثير من المشاريع التربوية والعلمية، كما تساهم بشكل كبير في مجالات التنمية المستدامة.